21 حقيقة عن الأرجنتين، بلد المتا وميسي ورقصة التانغو. تعرف رسميا باسم جمهورية الأرجنتين، وهي دولة في أمريكا الجنوبية تحدها تشيلي من الغرب والجنوب، وبوليفيا وباراغواي في الشمال، والبرازيل والأوروغواي من الشمال الشرقي. وفيما يلي حقائق مختصرة نقدمها لكم عن دولة الأرجنتين. 1. الأرجنتين واحدة من أرقى وأعلى البلدان في المجال الأدبي، وتفخر بمواطنيها المثقفين الذين يستطيعون شق طريقهم في التجارة العالمية وإثبات نفسهم بنجاحات كبيرة. 2. تعد لعبة كرة القدم هي اللعبة الأولى في البلاد، يعشقها الكبير والصغير، حيث يلعبها الجميع في كل مكان وكل وقت ولا يملون منها. 3. الرياضة الرسمية في الأرجنتين هي الباتو، ومع ذلك أشهر رياضة في المنطقة هي كرة القدم، كما فازت الأرجنتين بأكبر عدد من بطولات العالم في رياضة البولو أكثر من أي بلد آخر في العالم أجمع. 4. بما أنها تقع في نصف الكرة الأرضي الجنوبي، فمناخها مختلف عن معظم البلدان في النصف الشمالي مثل مصر والسعودية والكويت وغيرها من الدول، أي أن الصيف في الكويت يكون شتاء في الأرجنتين. 5. أول فيلم رسوم متحركة في العالم تمت صناعته بواسطة رجل أرجنتيني يدعى كويرينو كريستياني. تم إنتاج هذا الفيلم عام 1917 ومدته 70 دقيقة، وبه أكثر من 58,000 إطار. اسم الفيلم إل أبوستول، وحقق نجاحا كبيرا وقتها رغم الانتقادات. 6. كانت الأرجنتين أول بلد يستخدم بصمة الإصبع للقبض على قاتل وفك لغز جريمة قتل. كان ذلك بعد وقوع جريمة قتل مروعة في مدينة صغيرة بالأرجنتين، ولم يكن هناك أي شهود على تلك الواقعة البشعة، ولكن بفضل دهاء الشرطة الأرجنتينية تم رفع البصمات من موقع الجريمة وتحديد المتهم. 7. في اللغة اللاتينية كلمة الأرجنتيني تعني فضة، حيث اعتقد المستوطنون الأوروبيون أن هذه البلد مليئة بالفضة، فقاموا ببناء العديد من المدن للبحث عن المعادن النفيسة. لسوء حظهم لم يتم إيجاد أي فضة. 8. في الأرجنتين يوجد 5 فائزين بجائزة نوبل في مجال العلوم والسلام، مما يجعلها البلد الحائز على أكبر عدد من جوائز نوبل في أمريكا اللاتينية. 9. الغالبية العظمى من الشعب الأرجنتيني تعتمد على المواصلات العامة بنسبة أكبر من استخدام السيارات الخاصة. 10. تشتهر الأرجنتين بإنتاج وتصدير النبيذ. قامت الأرجنتين عام 2004 بتصدير ما يزيد عن 159,000 طن من النبيذ، والذي قدر ب 2% من صادرات النبيذ العالمية. 11. تشتهر الأرجنتين أيضاً برقصة التانغو، وهي نوع موسيقي مصاحب للرقصات، أصله من بيونس آيرس بالأرجنتين وانتشر في العالم بعد ذلك. 12. الأرجنتين واحدة من أضخم دول العالم في إنتاج وتصدير الغذاء في العالم، فهي تقوم بتصدير الحبوب الزراعية واللحوم والفاكهة والخضروات وقصب السكر والقطن والأسماك والعديد من منتجات الألبان. يوجد بالأرجنتين ما يفوق 86 مليون فدان صالح للزراعة، ويعدل هذا تقريباً 12.8% من مساحة البلاد. 14. القمح هو المحصول الزراعي الأول في الأرجنتين. تنتج البلاد القمح بكميات عملاقة، لدرجة أنه البلد الخامس عالمياً في تصدير القمح. تزرع الأرجنتين وحدها ما يفوق 60% من القمح في قارة أمريكا الجنوبية. 15. بيونس آيرس عاصمة البلاد وأكثر المدن شهرة في الأرجنتين، عادة ما تسمى بباريس أمريكا الجنوبية، وذلك لتأثرها بالطابع الأوروبي، حيث إن 95% من سكان الأرجنتين ذو أصول أوروبية. 16. يوجد بالأرجنتين شارع يسمى ذا أفينيدا 9 دي خوليو في مدينة بيونس آيرس بالتحديد، وهو أكبر شارع اتساعا في العالم، حيث يحتوي على 12 ممرا و6 ممرات على كل جانب. 17. تحتفل الأرجنتين في 20 من يوليو من كل عام بيوم الصداقة، وهو البلد الوحيد في العالم الذي يخصص يوما للاحتفال بالصداقة. يجتمع الأصدقاء في هذا اليوم في كل مكان، وتقام الحفلات في أماكن كثيرة وتمتد حتى ساعات متأخرة في الليل. 18. تشتهر الأرجنتين بأنها المركز الرئيسي للجراحات التجميلية نظراً للتكلفة البسيطة للجراحة، مقدراً بأن واحداً من كل 30 شخصاً قام بإجراء عملية تجميلية. 19. في الأرجنتين 40% من القوة العاملة بالأرجنتين تتألف من النساء، قرابة ما يعادل 30% من مقاعد البرلمان تملأها النساء أيضاً. 20. تشي جيفارا عرف بدوره المحوري في الثورة الكوبية، ولكنه في الأصل لم يكن كوبياً، فقد ولد وترعرع في روزاريو التي تقع خارج بيونس آيرس بالأرجنتين.
2021. تملك الأحزاب السياسية في الأرجنتين علامة تجارية خاصة بها من البيرة التي تقوم بتصنيعها البلاد. كما تعد الأرجنتين أيضاً الموطن الأصلي لنبات المتة، وهو مشروب ساخن من فئة المنبهات، تعود نشأته إلى دول أمريكا الجنوبية، وفي الوطن العربي ينتشر في عدد من مناطق سوريا ولبنان على وجه التحديد، وبالأخص في المناطق التي غادرها كثير من المغتربين. هذه كانت بعض المعلومات الشائقة والممتعة التي قدمناها لكم عن دولة الأرجنتين، بلد المتة وميسي ورقصة التانغو. يمكنكم دائماً زيارة قناة لكم لمشاهدة المزيد من المقاطع التي ستعجبكم وتثير فضولكم.